اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات موقع غراب. حلقه النهارده بعنوان ابسط طريقه لتحديث توزيعه اوبونتو. النهارده هقدم لكم طريقه سهله جدا في تحديث توزيعه اوبونتو، بدل ما كل مره بتكتب اكتر من سطر في التيرمينال علشان خاطر تحدث توزيعه اوبونتو. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل سكريبت باش بسيط، بمجرد ما بنكتب كلمه واحده بس في التيرمينال في اوبونتو بيتم تحديث التوزيعه بكل سهوله ويسر. بعد تطبيق الشرح ده ان شاء الله، يعني بمجرد ما تكتب الكلمه دي في تيرمينال يعني مش هتحتاج بقى تكتب اللي هو سودو ابتي ابجريد والكلام ده كله. خليكم معايا بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانيه. طبعا واي امر انا هكتبه في الشرح موجود في ديسكريبشن في صندوق الوصف تحت الفيديو. طيب نتنقل لاوبونتو علشان نطبق الشرح. في البدايه احنا هنحتاج نفتح تيرمينال. التيرمينال طبعا يعني ممكن نبحث من الداشبورد هنا نكتب تيرمينال، ممكن نفتحها من هنا، ممكن نعمل لها يعني اد للفيفوريت علشان نقدر نلاقي هنا في الدوك اللي هو الجانبي ده. بنفتح التيرمينال بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. احنا اول حاجه هنحتاج يعني نعمل فايل اسمه ابديت. اسم الفايل اللي هو ابديت ده يعني هي دي الكلمة اللي احنا هنكتبها في التيرمينال علشان نحدث التوزيع. اول حاجة هنكتب sudo، بعد كده touch، بعد كده نعمل فايل في المسار user، بعد كده bin، بعد كده اسم الفايل هيكون update، بعد كده بنضغط enter، بنحط الباسورد بتاع اليوزر، بعد كده بنضغط enter. بعد كده هنفتح الفايل update ده ببرنامج نانو. هنكتب sudo nano مسافة داش w، بعد كده بنكتب مسار الملف اللي هو user bin، بعد كده أبديت، بعد كده بنضغط على انتر. بيفتح معانا محرر نصوص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اول حاجه هنعمل سكريبت باش علشان نعمله، بنكتب علامه الهاش، بعد كده علامه تعجب، بعد كده نعمل سلاش، بعد كده بنكتب بن سلاش باش بالطريقه دي. تمام، بعد كده بننزل سطرين اتنين لتحت. اول امر هنحتاج اللي احنا ننفذه اللي هو sudo apt update، والامر ده مسؤول عن تحديث مصادر البرامج او السوفت وير سنتر. بعد كده هننزل سطر جديد نكتب sudo apt upgrade، بعد كده نعمل مسافه ماينس y. الامر ده مسؤول عن تحديث توزيعه اوبونتو نفسها. بعد كده ننزل سطر جديد ونكتب الامر sudo apt auto remove ماينس y، والامر ده مسؤول عن حذف ملفات التحديث والملفات اللي هي الغير ضروريه، ملفات الاعتماديات الغير ضروري. بعد كده بننزل سطر جديد، وبعد كده بنكتب الامر sudo snap refresh. الامر ده يعني مسؤول عن تحديث مدير الحزم سنابي او اوبونتو سناب الخاص باوبونتو. بعد كده بننزل سطر جديد ونكتب sudo flat back update minus y، وده مسؤول عن تحديث الفلات باك، ودي اداه مسؤوله عن اداره الحزم ونشر البرمجيات. كده يبقى احنا عملنا سكريبت مسؤول عن تنفيذ خمس اوامر علشان يحدثوا توزيعه اوبونتو. وعلشان ننفذ الاوامر دي بمجرد ما نكتب كلمه update، لكن ده في الخطوة الجاية. أول حاجة احنا هنحتاج نضغط على كنترول اكس، تمام، وزي ما انتم شايفين تحت كده مكتوب سيف موديفايد بفر. هتختار واي، هتكتب واي عشان يس، وممكن تختار يعني اسم الملف في النهاية. طبعا احنا هنخليه ابديت، الكلمة دي هي المسؤولة، ممكن نخليها ابديت سيستم بالطريقة دي، لكن أنا بفضل إن أنا أخليها ابديت. وبعد كده بتضغط على انتر. دلوقتي بتم حفظ الملف باسم ابديت في المسار يوزر بين ابديت، تمام. باقي طبعا الخطوة الأخيرة اللي احنا ندي تصريح للملف ده علشان خاطر نقدر يعني نفتحه بسهوله ويعمل ابديت للسيستم من غير ما نحتاج نكتب الاوامر دي بشكل يدوي كل مره. هنعمل كده في التيرمينال بكتابه sudo، بعد كده شمود، بعد كده زائد اكس، وبعد كده بنكتب مسار الملف يوزر بن ابديت بالطريقه دي، وبعد كده بنضغط على انتر. طبعا كده احنا ادينا تصريح للملف، وملف دلوقتي بيحتوي على خمس اوامر وجاهز للتشغيل. بمجرد ما بنكتب كلمه ابديت زي ما انتم شايفين ابديت كده، نضغط انتر، بيتم تحديث التوزيع بسهوله. ولهنا انتهت الحلقه، بتمنى ان هي تكون مفيده وسهله، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، عايزين ننتشر وعايزين نكبر، وان شاء الله هقدم فيديوهات كمان جديده تهمكم جدا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.